كخبيرة تغذية بنصح دائما بتناول قدر كافي من فيتامين سي من الأغذية، لأنه فيتامين سي هو فيتامين مضاد للأكسدة، بحافظ على صحة البشرة، بحافظ على صحة جدار الأوعية الدموية، صحة الجهاز المناعي، وبساعد على التئام الجروح. مصادر الأساسية هي الخضروات والفواكه بكافة ألوانها، فلازم نتناول منها كمية كافية بشكل يومي. هو ما بيتخزن بالجسم لأنه هو من الفيتامينات المنحلة بالماء، وبالتالي لازم نتناوله بشكل يومي. بيساعد على امتصاص الحديد، فضروري نتناول منه مع الأطعمة يلي فيها حديد، وخصوصا من المصادر النباتية.